التاسعة صباحا في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس السيسي والأهل الأردني عبد الله الثاني دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أكد الزعيمان أهمية الحل السياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة البلاد. قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن الجيش الليبي أصبح على مشارف مدينة درنا، مضيفا أن المرحلة الثانية من العمليات ستنطلق قريبا من أجل تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية فوق منطقة جازان دون وقوع إصابات. عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في اليوم الأول من زيارتها إلى الصين. أكدت ميركل تأييد ألمانيا والصين للاتفاق النووي القائم مع إيران، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق مبرم في عام 2015. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تسعى للعمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء، وذلك للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف التهديدات الإيرانية. فيما يخص الأزمة النووية لكوريا الشمالية، هدد وزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، هدد بانسحاب واشنطن من المفاوضات مع كوريا الشمالية إذا مضت المحادثات في الاتجاه الخاطئ. يبدأ الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. يتعين على عون اختيار رئيس وزراء يحظى بأكبر دعم ما بين النواب. يتوقع بشكل كبير اختيار رئيس الوزراء المنتهي ولايته سعد الحريري مرة أخرى لشغل المنصب. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم، إلى ملتقى.